خلاص طيب اتفضل. معانا على الهاتف المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم اللواء فروت سويلم. مساء الله، مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. ومعانا في الاستوديو الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عصام شلتوت، وبنتكلم عن الاجتماعات اللي تمت بين المسؤولين في الاتحاد والمسؤولين في انديه الممتاز. يا ريت حضرتك تقول لنا لماذا استقر القرار الخاص بهذه المرحله على ان يعود الجمهور لمباريات الدوري، ولكن بهذا العدد اللي تم تحديده ب 300 مشجع فقط لكل نادي في هذه المرحله. طبعا تحياتي للاستاذ جمال والاستاذ عصام شلتوت. اهلا بيك. اهلا بيك ست اللواء. الله يخلي حضرتك. اولا ما كانش الاجتماع ده مخصص بس عشان نقول ان جمهور في 300 متفرج هيكونوا في ماتشات الدوري الممتاز. احنا اساس القصه كلها ان في توجه، احنا من اول ما الكابتن هاني ابو ريده تولى رئاسه اتحاد الكوره وهو كان هدفه الاساسي ان يكون في جماهير في المدرجات. لأول مرة يمكن بعد النجاح وكنا في الحج، وكان هو برضه في الحج، رجعنا من الحج كان في اجتماع مع قيادات وزارة الداخلية ممثلة في اللواء عادل رشاد. كان أول خطوة مهمة جدا للدوري العام إن اتعمل جدول الدوري 30 أسبوع، تبقى الأربع أسابيع الأخيرة عشان موضوع الهبوط والنزول، الهبوط والصعود، فكان مطلوب إن الأربع أسابيع دول ما تحددش معادهم. فكان أول خطوة مهمة جدا في استقرار الدوري والبدء في السير في طريق سليم بالنسبه للكوره في مصر، ان يتعمل جدول لاول مره بعد سنوات طويله ما حصلش الكلام ده. الخطوه الثانيه حضرتك دخلنا على كاس الامم الافريقيه وحصل ما حصل والحمد لله وصلنا النهائي. يمكن كان انجاز ما كانش حد يتخيله. كنا عاوزين نستثمر الحدث ده ان احنا نرجع جمهور. اصطدم اتحاد الكوره بعدم تكافؤ الفرص. أندية برضه رفضت، قالت إزاي نرجع الجمهور؟ الدور الأولاني كان من غير جمهور، الدور الثاني بجمهور، ما ينفعش. فبالتالي تجمد القرار واستمر الدوري الموسم الماضي باللائحة اللي الكابتن عامر حسين عاملها. بدأنا الموسم الجديد مع دخولنا تصفيات كأس العالم، مع زيادة الأمل بالنسبة لنا ووجود جماهير وصلت ل 90,000 متفرج في ماتش مصر والكونغو. نعم. ده كانت خطوه مهمه جدا، وبالتالي كان بالنسبه لك انك تفكر في الدوري امر يعني بعد اذن حضراتكم ما كانش يعني كان مهمش، لان كان اهم حاجه مصر توصل كاس العالم. اكيد اكيد. وصلنا كاس العالم، بدات الخطوات والاجتماعات. بقول لحضرتك استاذ جمال واستاذ عصام واستاذ محمد، احنا خلال السنه ونص دول شغالين اجتماعات تحت اشراف ورئاسه المحترم اللي هو عادل رشاد واللي هو خالد عبد العال مدير امن القاهره، عشان نعمل ضوابط ومعايير لعوده الجمهور اللي بما فيها حضرتك لما يرجع الجمهور ما يتجمدش القرار تاني. نعم. الى ان وصلنا حضرتك برضو يعني هنا حضرتك بتقول عايزين نمشيها خطوه خطوه وتدريجيا بس نستمر ونكمل، بدل ما نرجع بعدد كبير وبدايه قويه وحساباتها مش كافيه فما تكتملش التجربه. لو حضرتك الوقت ما يسمحش ان انا احكي، يبقى انا بقول لحضرتك ان شاء الله الجمهور هيرجع. لا طبعا الوقت يسمح واحنا سامعين حضرتك. لا 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 طبعا احنا سامعين، اتفضل. لان حضرتك الكواليس دي كلها كانت مشتركه ما بين اتحاد الكوره، ممثل في المنزل هنا بريده، ممثل في وجودي، في وجود اللواء محمد طه، يعني يتعين في اتحاد الكوره لانه واحد من ابناء وزاره الداخليه، عشان ملف عوده الجمهور. عظيم. الى ان استاذ وزير الداخليه حديث صريح مع سيادته قال انا مش هسمح ان مصر بعظمتها ما يبقاش فيها جماهير في المدرجات، واصرار كامل بعوده الجمهور فورا. الكلام ده نقلته للكابتن هاني، جه من المغرب، قعدنا كتير. اول قرار محترم كان يبين قد ايه ان 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 الجماهير ترجع، 10,000 متفرج في ماتش بورسعيد لاول مره من سنوات طويله، ان يبقى في 10,000 متفرج في ماتشات بورسعيد. نعم. فالنهارده حضرتك ده كانت خطوه مهمه جدا ان ليبين قد ايه وزاره الداخليه حريصه جدا على عوده الجمهور. بدانا بعد 10,000 متفرج بدانا نقول لا، يبقى في اجتماع مع رؤساء الانديه عشان نحط الضوابط اللي هترجع بها الجماهير، وخاصه لما الانديه رفضت برضو اللي تاني مره بقولها لحضرتك ان يبقى في جماهير في الدور الثاني عشان تكافؤ الفرص. عشان تكافؤ الفرص. كابتن هاني ادى قرار نهائي ان كاس مصر ده مسابقه خاصه باتحاد الكوره. وبالتالي كان القرار ان عوده الجمهور هيكون في ماتش الاهلي والداخليه. طب نرجعه ازاي في ماتش الاهلي والداخليه؟ نرجعه في ماتش الاهلي والداخليه بالضوابط اللي حضرتك حصلت النهارده في الاجتماع. اول حاجه كان طلبها السيد وزير الداخليه، وبرده لازم نشيد بدور المهندس خالد العريسي في هذا الموضوع،
وباتحاد الكوره والمهندس هنا ابو ريده في هذا الموضوع، ان مجدي بيه عبد الغفار طلب تغليظ العقوبه او تشديد العقوبه على كل من يخرج عن النص كلاعب كوره، كمدرب، كجهاز فني كامل بالكامل، كحكم. النهارده دي عناصر اللعبه اللي ممكن يترتب عليها مشاكل في المدرج، وبالتالي طلب السيد الوزير ان لائحه المسابقات يبقى فيها نوع من التشديد شويه. نعم. الكلام ده النهارده لما اجتمعنا النهارده كابتن هاني طلب ان رؤساء الانديه كلها تجتمع النهارده عشان يبقى الامور كلها واضحه، ان ده هدف رئيسي للدوله بعوده الجماهير. احنا ما كناش بنتكلم حضرتك على زياده الاعداد اللي موجوده في مسابقه الدوري، احنا كان كل كلامنا ازاي هنرجع ضوابط الرجوع نفسه للاستادات. نعم. في كاس مصر يا جمال بيه كخطوه اولى لعوده بروفا لعوده الجماهير في الدوري الممتاز. نعم. نعم. وبالفعل تم، هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله اجتماع برئاسه الكابتن هاني، كابتن عصام عبد الفتاح معاه، كابتن عامر حسين، واللي هو محمد طه كامن، على اساس يبقى في اختار للانديه، ان كل النهارده بعد اذن حضرتك بدنا نرجع الجمهور، ما عندناش استعداد تاني ان خطا نادي من الانديه او جمهور نادي يتحملوا الكره في مصر تاني. صحيح. فالجمهور اللي هيخطا او هيبقى في خطا. طيب حضرتك هنا بتقول هيبقى في اجتماع من اجل في الفتره الجايه، هيبقى في اجتماع هدفه حضرتك ان احنا هيبقى في لائحه للجماهير. انا برضو خلي بال حضرتك يا جمال بيه وعصام بيه، النهارده لما بيجي ماتش جمهور بيخطا بيجي عقوبه ماليه على النادي. طب النادي ذنبه ايه؟ ده احيانا بنسبه كبيره جدا الجماهير بتوجه اتهامات وتوجيه سباب لمجلس اداره النادي. فبالتالي لا، النهارده اي خروج عن النص هيتحرم النادي من دخول جماهير. بس يا سياده اللواء يعني ربما وجود حضرتك وانت يعني ولك الفخر طبعا انك احد رجال الشرطه المصريه، يعني لازم ندي الناس دي حقها بقى مع احترامي طبعا في القلب أساد وزير الداخليه ومساعده الوزير طبعا والساده مدير الامن، اللي انا عارف يعني الجزء الغير مباح ان حضرتك تقوله انهم كلهم اعلنوا موافقتهم وجاهزين وحاضرين لتامين مناحي الحياه في مصر، وعلى راسها ان ما حدش يقول الكره بدون جمهور. وبالتالي يعني الحقيقه لما نديهم حقهم ونشكرهم مش هنوفيهم برضه. اللي هو خالد عبد العال اللي شفته مليون مره حريص على الحكايه، لكن الان هو دور القانون، قانون الرياضه يا جنرال موجود فيه نصوص عقوبيه، نصوص عقوبيه على الجمهور على فروع اللعبه. اما ان الاوان بقى ان اجتماعكم يشمل التجديد على ان تكون هذه النصوص مفعله، نفسنا بقى تقول لنا ده اول حاجه هتبقى في الاجتماع. بص عصام بيه بعد اذن حضرتك انا هجيب لك الموضوع ده. انا بقول لحضرتك بس حضرتك سمعنا سياده اللواء؟ هل فقدنا الاتصال ولا حضرتك سمعنا؟ ربما في مشكله، واضح ان فقدنا الاتصال وربما نعاود التواصل. الناس عملوا اللي عليهم، اللي هو حق اصيل اللي هو الاصل. نعم. طب خلينا في الحاضر، ده تعليق مهم يا استاذ جمال، بس خلينا في الواقع عن اخر المعلومات الخاصه بالاجتماع المرتقب والهدف المرجو منه اللي اشار له اللواء ثروت سويلة. ما احنا سامعين حضرتك، اتفضل. اتفضل يا استاذ اللواء. بص حضرتك يعني احنا هنبدا كاس مصر بماتش الاهلي والداخليه، لان ده الماتش الوحيد اللي من الدور ال 16. الاهلي والداخليه برضه خلي بال حضرتك انت حرصا على نجاح البروفا النهائيه لعوده الجمهور في الموسم القادم. نعم. احنا شفنا حضرتك ماتشات منتخب مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك في البطولات الافريقيه واخرها النادي المصري. يعني النادي الاهلي كان 60 و70,000 متفرج ومنتخب مصر. انا بقول لحضرتك احنا هنحدد لكل ماتش وفقا لاطراف المباراه عدد معين، 5000 يبدا من 2500، 5000، 10000. رائع. هنبدا في الماتشات الاهلي والزمالك في كاس مصر هتكون في استاد برج العرب. ده كله يعني بعد اجتماعات ومشاورات مع الكابتن عامر حسين ومهندس هاني ابو ريده، حرصا على انك انت ما يبقاش في اي مطبات خلال مسابقه كاس مصر. ده كويس. هتيجي حضرتك الاجتماع اللي قلت لحضرتك عليه، المقصود بيه انك انت عاوز تحط تجديد للعقوبات في الفترة اللي جاية دي عشان تستمر عودة الجماهير قبل ما يتم الدفع بأعداد تقدر بالآلاف بقى في كل مباراة، قبل ما تزيد الأعداد. نعم. يعني لكن أنت حضرتك هنبدأ، لأن النهاردة لما نيجي نقول استاد القاهرة اجتماعات مع اللواء خالد عبد العال أكثر من اجتماع، ووصلنا إن ممكن يكون أعداد استاد القاهرة 3000 متفرج. الناس تقول لك 3000 يعمل إيه في استاد القاهرة؟
في برضه بعد اذن حضرتك حاجات ملفات امنيه لازم نحترمها، ولازم نحترم قيادات الوزاره الداخليه اللي اجتماعات مستمره عشان تفكر في عوده الجمهور. زي ما الاستاذ عصام شلتوت بيقول اعباء كبيره جدا يا محمد. نعم. في ماتشات الكوره بالذات الناس فاكره تقول لك ماتش الكوره ايه ماتش كوره، لا ماتش الكوره يكون الساعه 7، الخدمات منتظمه من الساعه 11 الصبح، الضابط والامين والمجند قاعد 8 9 ساعات قبل الماتش، وساعتين ثلاثه لحد ما الجماهير توصل بيوتها يكونوا هم موجودين في استاد القاهره او في اي ملعب. نعم. وبالتالي دعما لوزاره الداخليه، وكان قرار السيد وزير الداخليه في هذا الموضوع، مفيش تعامل ما بين الجماهير وما بين الامن. انا بشدد وباكد لحضرتك ان ده توجه وزاره الداخليه، مش تهميش لدور وزاره انه ما يبقاش في تعامل مباشر ده اي نوع من الاحتكاك المباشر بين المشجع ورجل الشرطه. ده مش تهميش، مش تهميش. نعم. ده كفايه كده، ده كفايه كده يا جنرال ان هم يشيلوا فشل كل اللي بيديروا، هم تحملوا الاعباء كلها بينما في كل العالم حتى افريقيا، واخد بال حضرتك، وحضرتك شفت زي السينما زمان واحنا طلبه صغيرين، امن السينما هو اللي بيدخل الجمهور. نعم. ثم نعم. الشرطه في محيط الكيان. نعم. او الاستاد او المدينه. هو استاذ عصام قصده ان ده مش تهميش، ده حفاظ على الجميع. يعني. طبيعي. ده حمل، ده حمل غير عادي يا راجل. لابد ان احنا نساهم بان الاداريين هم اللي يشتغلوا. اتفضل يا سياده اللواء. يا عصام بيه، انا اشتغلت 18 سنه في مديريه امن القاهره وفي منطقه مصر الجديده اللي فيها كل ملاعب والسادات القاهره. انا بقول لحضرتك من اصعب وارزل الخدمات اللي كان الضابط بيشوفها وبيقضيها خدمه الكوره. عشان كده بقول لحضرتك، بكلمك من واقع عملي. نعم. ان السيد الوزير لما بيتكلم في كده بيتكلم، ما انا مع حضرتك، ده انا بقول لك انه ان الاوان ان هم يشتغلوا شغلهم الاداريين مش الداخليه. ما انا هكمل لحضرتك احنا اتفقنا على ايه ووصلنا لايه. نعم. انت حضرتك النهارده في حفلات غنائيه بتحصل في مصر، 40,000 و50,000 متفرج لمطرب غنائي، ما بيبقاش فيها ضابط شرطه موجود. الخدمات كلها خدمات لتامين الحدث نفسه، لكن ما فيش ضابط على الباب ولا ضابط بيشوف تذكره اللي داخل ولا اللي خارج. اللي بيحصل ده حضرتك هيحصل في ملاعب الكوره. الضباط وخدمات الكوره لا غنى عن وزاره الداخليه كحصن امين ودرع واقي للامن في مصر. لكن انت النهارده كل نادي، والمحترم خالد المهندس خالد مرتجي استاذ مشرف رضا منصور، اهلي وزمالك اللي هم يعني اصعب ماتشات ليهم، النهارده قالوا كل نادي وكل مجلس اداره نادي مسؤول عن جماهيره. انا النهارده حضرتك هنحدد ماتش الاهلي والداخليه 5,000 لكل نادي. النادي الاهلي باعتبار دي ماتشات كاس مصر، النادي الاهلي اللي هيجي التذاكر هتطبع تحت ولايه اتحاد الكوره، هتتختم من الامن وتتختم من اتحاد الكوره، وهيتسلم للنادي الاهلي 5,000 تذكره. هو المسؤول عن ازاي التذكره توصل لجماهيره، هو المسؤول ازاي المتفرج الخاص بالنادي الاهلي ياخد التذكره لحد ما يقعد في المدرج ولحد ما يمشي من المدرج، عشان لما تيجي تحاسب حضرتك هتحاسب مجلس اداره النادي الاهلي. نعم. نعم. الكلام ده حضرتك هيطبق من ماتش الاهلي والداخليه. وضحت الرؤيه ومفهومه يا سياده اللواء، وحضرتك بتؤكد ان القيادات في الانديه وفي مقدمتها النادي الاهلي وايضا مجلس اداره نادي الزمالك وكل المسؤولين وافقوا على هذا التوجه، وانهم هيكونوا شركاء في تحمل المسؤوليه ويعني تخصيص او توزيع الاختصاصات بهذا الشكل في الفتره الجايه. ده اللي احنا فهمناه من حضرتك. موضوع الدوري حضرتك ال 300 زياده. لا انت بتشوف ماتشات يا باشا بعد اذن حضرتك فيها 1000 و2000، معلش يعني احنا بنتكلم كله شايف في الماتشات بتبقى فيها اصوات حتى الجماهير بتعدي ال 1000، فبالتالي طالما ما فيش تقنين فمفتوحه. فالمستشار مرتضى منصور هو صاحب فكره ان يبقى لكل نادي في ماتشات الدوري اللي جايه يبقى بدايه برضو، لان انت بتتكلم في 75 وفي ماتشات 15، فبالتالي تم التنسيق برضو ان كل ماتش يبقى فيه 300 على ملاعب زي الاسيوطي، ملاعب يعني استاد كليه الشرطه هيبقى فيه 100، والكلام ده كله حضرتك برضو هيتطبق من الاسبوع ال 24 ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك رائع. جدا على مشاركتك معنا في الحوار، اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكل كرة القدم، شكرا جزيلا لك. تعقيب حضراتكم استاذ جمال واستاذ عصام على ما اشار له في الجزء الاخير.